50 عاما مرت على انطلاق جمعية الإصلاح الاجتماعي التي تعرف هنا في الكويت بجمعية الإخوان المسلمين، مسيرة يراها محب الجمعية حافلة بالعطاء والإنجازات رغم الأصوات الكثيرة التي تعالت ضد الإخوان المسلمين وشككت في عملهم في كل مكان، بيد أن تلك الأصوات تحولت إلى أناشيد فرح وسرور في احتفالها باليوبيل الذهبي. الاحتفال الذي غص بالمشاركين تمت رعايته من أمير البلاد الذي أناب عنه وزير العدل والأوقاف في إشارة تقدير لعمل الجمعية في تعزيز الأمن المجتمعي. إن مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام ومؤسسات العمل الخيري بشكل خاص مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتكثيف جهودها نحو تحقيق الأمن المجتمعي وتعزيز أواصر التلاحم والتكاتف الاجتماعي. القائمون على جمعية الإصلاح الاجتماعي التي انطلقت قبل 51 عاما يؤكدون على الالتزام بالوطنية ونبذ خطاب التفرقة، التعاون على البر والتقوى وإشاعة روح المودة والتراحم وتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي ونبذ خطاب التفرقة والتحريض والتشويه، وعلى هذا نشأت الكويت وبه تحفظ بإذن الله. من عباءة جمعية الإصلاح الاجتماعي ولدت الحركة الدستورية الإسلامية، وهو تيار سياسي تعرض للمدح والقدح كبقية التيارات السياسية في البلاد بناء على مواقفه من القضايا المختلفة. خرج من بين جدران هذا الصرح سياسيون شاركوا في مختلف مراحل تاريخ الكويت السياسي، اختلفت مواقفهم ما بين موالاة ومعارضة، معارضة اعتبرها غالبية المراغبين هنا إصلاحية لا انقلابية. سعد السعيدي، الجزيرة، الكويت.